موجز اخبار يوم جديد ياتيكم من موقع صدى البلد، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحاديه رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعيه العموميه لمجلس كنائس الشرق الاوسط، والذي تنعقد دورته الحاليه في القاهره، وذلك بحضور قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا أن الأخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد، والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أرجان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من قادة القوات المسلحة. ألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. احتفلت الجالية المصرية في بريطانيا بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى قصر ويستمينستر، حيث كانوا في استقبال مفتي الجمهورية أمام البوابة الرئيسية في زيارته التاريخية، حيث ألقى كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني. أدى حوالي 583 ألف طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، والتي تستمر حتى يوم الخميس 26 من مايو. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أن نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية 99.83%. انخفض سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار لينزل إلى أدنى مستوى له منذ نحو 5 أشهر وسط توجه للتحوط بالذهب. وتنخفض سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي في ظل هبوط مستمر تتعرض له العملة المحلية منذ بداية تداولات مايو الجاري، التي لم تشهد أي ارتفاع لليرة التركية سوى خلال جلستين فقط. إلى هنا ينتهي موجزنا مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.